صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. عايزاكم تدعولي بقى عشان عندي مسابقة شعر في الكلية النهاردة. إن شاء الله هتكتسحيها زي كل سنة. إن شاء الله. خلصي الكلية بتاعتك وعدي عليا في الصيدلية علشان نروح نشتري فستان عيد ميلادك. مفيش داعي. إيه ده؟ وأنتِ كل سنة تعملي برضو عيد ميلادك بالضرب؟ إيه ده؟ إيه ده؟ استنى. أنا إزاي نسيت صحيح؟ كل سنة وأنتِ طيبة حبيبتي. حضرتك طيب يا بابا. أنا بقى مش ناسية، بس شايلة هديتك هديها لك بالليل في عيد ميلادك. أما أنا عاملة لك تورتاية إنما إيه؟ عجب. أنتوا ليه بقى كتبتوا يوم ميلادها في الشهادة في نفس اليوم اللي أخدتوها فيه من الملجأ؟ أكيد هيكبر بكام يوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه عديني الاحساس؟ انت ليه بقيت مصر دقيقة؟ انت مكنتش كده، ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت زمان بتهزر معاها وتضحك معاها كل حاجة زي اختك واكتر، ايه اللي حصل؟ يا سلام، وانا فجأتها يعني ما عارفة كل حاجة، ولك منها يعني مش بنتوكو وتدلعوها اخر دلع واحنا اللي نبهدل. وانت حد داسلك على طرف؟ حاسب على نفسك يا حسن، انت عندك الضغط. لو خايف عليا من الضغط خلي ابني ده يغور من وشك دلوقتي. ليه؟ هو انا عوره؟ خليك، انا اللي هغور من وشك، انا اللي همشي. يا ساتر يا ساتر. هو ماله؟ انا عملت له حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.